ازيكم يا جماعه؟ النهارده في حلقه جديده في هوم سينما في البيت، والفيلم اللي احنا اخترناه النهارده هو فيلم تراينجل، فيلم من بطوله ميليسا جورج وليام هامسورث، اخراج كريستوفر سميث، ده اللي كان عامل فيلم كريب وبلاك ديث. دور احداث الفيلم ان في صحاب بيتجمعوا وقرروا ان هم يطلعوا رحله على يخت من اليخوت بتاع واحد من صاحبهم، لكن مع مرور الاحداث في اعصار بيحصل في البحر واليخت ده بيتقلب، وفجأة out of nowhere بتظهر مركب كبيرة جدا او سفينة كبيرة جدا، ما تعرفوش هي جاية منين او فيها مين راكب فيها. صحابنا دول اول لما شافوا السفينة الكبيرة دي قرروا ان هم يركبوا في المركب الكبيرة دي، لان خلاص تقريبا اليخت بتاعهم اتدمر واليخت بتاعهم راح في داهية، فما كانش فيه غير وسيلة نجاة غير دي. اول لما ركبوا المركب ما لقوش اي حد فيها نهائي، المركب ماشيه كده مع نفسها، ولا فيها ركاب ولا فيها كباتن سايق المركب ولا فيها اي حد. واحده واحده وهم على المركب بتبتدي تحصل حاجات غريبه جدا. احداث كتيره جدا بتحصل وهم على المركب، ان الاحداث بتفضل تتكرر كذا مره كذا مره كذا مره، ولما الاحداث بتفضل تتكرر كذا مره ده بيبقى من منظور الشخصيات نفسهم، يعني كل شخصيه موجوده في الفيلم سواء بنت او ولد بيجيب لك التكرار كذا مره من منظور الشخصيه دي، ومع الوقت بيكتشفوا ان في قاتل موجود معاهم على المركب دي، وهو مغطي وشه ومعاه بندقيه وعايز يخلص عليهم باي شكل من الاشكال. فيلم تريانجل يعتبر واحد من اكتر الافلام الاندر ريتد اللي شفتها في حياتي في الكاتيجوري بتاع الموفي، او اللي هو المايند اف موفي، عشان مش عايز اقول الكلمه يعني. نوعيه الافلام دي انا بحبها جدا جدا جدا، لانها بتتوهك بطريقه غريبه وبتفضل تدخلك في الاحداث، وغير بقى كمان ان الفيلم ده اللي بيميزه ان في كمان حوار ان هو يفضل المشهد يتكرر كذا مره، وبتشوف المنظور بتاع كل شخصيه منها بمنظور مختلف، تفضل تشغل دماغك من اول الفيلم لحد اخره، وتفضل تفك في الغاز لحد ما تعرف المصيبه اللي حاصله في الفيلم. يعني مش عايز اتكلم اكتر من كده بصراحه، مش عايز ادخل قوي في الديتيلز عشان مش عايز احرق اي حاجه. النص بتاع الفيلم كان مكتوب كويس قوي من وجهه نظري، وانا شايف برضو الفيلم على مستوى المونتاج فيلم اديتنج كان معمول برضو كويس جدا. فيلم ما تصرفش عليه برضو فلوس كتيره قوي، بس ده انا شايف من وجهة نظري ما يقللش الفيلم من قيمته خالص، بل بالعكس الفيلم بيحمل واحد من احلى البلوت تويستس اللي شفتها في حياتي نهاية الفيلم. عشان كده بقول لكم الفيلم ده مظلوم جدا وما يقلش اي حاجة عن افلام المايند اف وورد، زي افلام زي بريديستينيشن او مستر نوبادي. افضل اداء في الفيلم كله انا شايف من وجهة نظري هي ميليسا جورج في دور جيس، اللي هي تعتبر يعني بطلة الفيلم. الفيلم هيفضل يسحلك في تويست في تويست في تويست في تويست لحد ما توصل لحد اخر الفيلم، لحد ما تاخد بقى التويستات الكبيره، وهتفضل الفيلم كله باصص ومركز وهتقول ايه ده، ولحد ما تشوف اخر الفيلم وهتتصدم بنهايه الفيلم. والنهايه حلوه على فكره، النهايه مش وحشه، بس طبعا مش هقول عشان ما احرقش، بس النهايه حلوه جدا، في واحد تويست في الاخر عنابي. يعني الفيلم النهايه بتاعته اول ما هتشوف هتقول واو واو، حرفيا ده الرياكشن اللي هيطلع منك. بس دي كانت حلقتنا النهارده في هوم سينما في البيت، والفيلم اللي احنا اخترناه ليكو هو فيلم تريانجل. بس ما عنديش اي حاجه تاني اقولها على الفيلم، اتمنى الحلقه تكون عجبتكم ان شاء الله. اشوفكم في فيديوهات تانيه قريب، ما تنسوش تعملوا سبسكرايب ولايك وشير لو الحلقه عجبتكم، ما تنسوش تعملوا لي فولو على فيسبوك وتويتر وانستجرام، واشوفكم الحلقه اللي جايه. باي باي.